أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في الاستجابة المميزة والتعامل الفوري مع الحالات على مستوى المحافظات. جاء ذلك خلال متابعة مدبولي تقريرا حول حصاد الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال النصف الأول من عام 2023. وأشار التقرير إلى أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها إلى نحو 4606 حالات رصدت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.